عايزه ايه؟ طب استنى، في كوره هشوف. قال يعني انا الكوره في جامده. فيفا 2000، انت واخده بالك؟ يا نهار اسود، يعني دي كانوا لسه تو بلاير. اوكي طيب ثواني بقى اما نشوف. ستارت. انا مش شاطره في البتاعه دي. ماشي، نلعب فوره من جون واللي يجيب هدف هو ال واحد. طيب ماشي، استنى بقى انا مين وانت مين. هيبان دلوقتي. مين انت؟ انت مين؟ انت كده الكرة معاك اهو اهو. الله، برجعها لورا. انت الفريق الاحمر؟ اه ايوه، انت الفريق ده. ماتش امريكا واسبانيا. انا جبت جول. مين؟ انا جبت جول يا حبيبي، برافو عليك. انا مش عارف احنا مين اساسا. انت امريكا؟ يا ما يهرقصوا. اه فرحانين. انت مين اللي بيجري؟ انت دلوقتي معاك الكوره يا راجل. اه اديتيها لي ليه؟ والجون بتاعي فين؟ روحي حطي جول بقى. يلا روحي شوتي، روحي شوتي. اهو 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 اهو. اه وبعدين ها اهي، ما بت واخد بالك؟ اعمل ايه؟ ما حدش بيضايقك خالص وانت بتعدي، ليه بتسيب الكرة؟ الله. طيب انا بقى مضطر اروح اخد الكرة. في حمورية. أبا مين اللي بيجري هناك ده؟ اهي اهي، مش دي كده انا؟ انا ده ولا مين ده؟ ها ها ها، ايه ده؟ في كورتين. بص انا كنت في النخبة احسن. في النخبة كنت هتألق في النخبة واقعد افقع اسفين في العالم. لا انت بس يعني ايدك تمشي في الموضوع وتسيبك بقى من الجويستيك ده بايخ. هو ازلي برضو بصراحه، يعني قديم قوي. انا مش عارفه مين بيلعب ايه، ولا انا يمكن دايسه على حاجه. انت مش لابسه النضاره؟ انا عارفه ايه النيله دي. انت اصلا لما انت بتلعبي ما كنتيش لابسه النضاره؟ لا حضرتك، ما انا في طول وقصر وربع وكل حاجه اللي هي. طب يلا انت خدي امشي اهو. مين انا امشي ده؟ كده ايوه. اوكي امشي كده؟ اه كده. اوكي يلا عدي روح. طيب حلو قوي اهو، دايسه. اعمل ايه تاني؟ لما تروحي بقى عند طيب الجول. اما اروح بقى انا شط كده، شط لمين؟ الناحية التانية ليه؟ مش عارفة. اهو بلاير 1 انا اهو. بصي هروح انا اخد الكورة. وانا خشيت عليك ده ولا مين اللي دخل على ايه؟ اجري بشوي شوية. صلك. وبعدين هو انا ما فيش معايا غير الواد الاهبل اللي ورا ده، وبقية الفرقة ما بتتحركش ليه؟ انا مش بتاعت كوره. معلش مفيش معلش. انا ما احبش الكوره. انا اعرف اجيب ضيوف واكلمهم بيبو وبتاع. خد مني للاخر. ده اخرنا في الكوره. يا اما هفقعك نخبه هضيعك. بلاش والنبي، والله العظيم ثلاثه بلاش. انا خايف عليكي والله، والله العظيم خايف عليكي. انت حبيبتي يعني.